السلام عليكم. وعليكم السلام. باشا مصر استاذ كريم. حبيبي باذن الله النهارده معاكم في الجزء الثاني. هنشوف باذن الله انواع جديده. هنشوف اللي تشاو تشاو. بس الاضافه يعني في حاله النهارده ان احنا هنشوف الكلب الوحيد اللي ما شاء الله طلع القمر اللي هو اسمه الكوري يا استاذنا، صح كده؟ حلقه ضرب نار ان شاء الله. قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتاكدوا من تفعيل زر التنبيه علشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول ونبدا حلقتنا على طول. بينا غالي. ادينا وقلتها الجاي كله ضرب نار يا جماعه. بيت الزواحف في المليون حصل الشرف للمره الثالثه والرابعه والى ما لا نهايه. الحمد لله رب العالمين، رب محتوانا يكون بينادي اعجاب حضراتكم. شكرا لكل من ساعدني بفضل الله في حلقاتي، في التصوير، لكل الضيوف اللي بيحصل الشرف بيها لحضراتكم اهل بيت الزواحف. الحمد لله رب العالمين. قبل وبعد وباذن الله جاي كله دمار وضرب نار ان شاء الله. جاي كله طلقه حي، الجاي طلقه حي. جدا يا شباب الحلقه دي هي نفس الحلقه اللي يعني علنت في الحلقه اللي فاتت ان كان في مشكله في الصوت بسبب المايك، ويعني كنت علنت عن كده واعتذرت وبعتذر مره تانية. بس ما كانش ينفع ان انا يعني ابقى اتشرفت بضيف كريم عندي على القناه وما نزلش الحلقه، زائد طبعا وعدت حضراتكم ان الحلقه تنزل ولازم طبعا اوفي بوعدي ايا كان. يعني انا حاولت على قد ما اقدر اظبط في الصوت. هي الحلقه خلصت معايا في اقل من يومين بس الصوت لوحده واخد 3 ايام ونص كده، يعني مش هبقى ببالغ لو قلت 24 ساعه يعني اليوم. فانا عملت اللي اقدر عليه وما كانش ينفع ما انزلهاش. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم.